شاد. احنا نعرف تشاعره مقدمة برامج، انسانة معروفة على مستوى العراق وحتى الوطن العربي. اليوم شنو بالجانب الرياضي انت؟ اليوم حاضر احتفالية المنتخب الوطني، احكي لنا الجانب الرياضي بحياتك. حسن حاجي. اكيد تحية حلوة لك ولكل مشاهدينا الكرام. المنتخب العراقي له دور كبير حقيقة، فرح هواية من العوائل العراقية، ويمكن المتنفس الوحيد انه هو المنتخب العراقي. اني داعمه لهم قلبا وقالبا، يعني ما اتوقع اكو عراقي ما يفرح ولا يدعم المنتخب، فاني حاضره دائما على الرغم اني ما احب الايفنتات، بس هنا أنا قلت لازم اجي. انت رياضيه بالواقع؟ طبعا رافدين لاعبي المنتخب كره قدم لو رياضات اخرى. برشلونه شركه بوابه اسيا. اللاعب المفضل عالميا ميسي. اكيد ميسي طبعا. زين خاوي زعلون جماعه ريال مدريد ورونالدو؟ لا روحهم رياضيه. زين بالعراق محليا شو؟ العراق اكيد البطل يونس محمود، هو عندنا يعني بحقيقه يعني كلهم ابطال. النادي الزوراء. ها زوراء نوارز اكيد. الجمهور الجويه يزعلوا الشرطه. كلهم روح رياضيه. كلهم روح رياضيه اكيد. ممكن نشوف لك اعمال بخصوص للمنتخب؟ انا اكيد انا كاتبه عمل للفنانه دالي، غنته هو كلماتي والحان علي صابر، وان شاء الله بالايام الجايه راح اتفرغ لكتابه النص الغنائي. لين تعرف الزواج والاطفال شويه مرات يلهون، فراجعين ان شاء الله راجعين. سؤال خارج قدم، تحبين الداينين لو تداينين؟ لا هاي ولا هاي. أبد. لا هاي يعني ممكن أداين، بس أداين مستحيل، ما نام الليل ما أقدر أبدا. ترحين لو تجين أروح باي.